نشكر إذاعة تازة والمناطق الإعلامية المحلية على متابعتها وتتبعها لهذه الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة داخل جهة، وكذلك مواكبتها لهذه الفعاليات ديال هذا المهرجان في الدورة الرابعة عشر لمسرح الدولي، المهرجان الدولي لمسرح الدولي. هذه الدورة هذه كتميز تنوع الأنشطة ديالها مشاركة لواحد مجموعة ديال الدول الشقيقة والصديقة، يمكن نقولوا على سبيل المثال منها كل من العراق، مصر، تونس، سلطنة عمان، وكذلك نقولوا كذلك الأرجنتين وإسبانيا وأندونيسيا وغيرها من الدول المشاركة في هذا المهرجان. عدد الفرق المشاركة وصل إلى 24 فرقة وطنية ومحلية ودولية. كذلك تميزات هذه الدورة هذه اللي كتحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة بتجربة اللي قمنا بها في هذا الفضاء اللي حنا متوجهين، وهو فضاء مسرح تازة اللي أنجزته وزارة الثقافة بالتعاون مع المجلس البلدي، واللي كتعتبر معلمة من المعلمات اللي كيأسسوا هذه الليلة هذه. هنا كتبان الدور ديال الدور اللي قامت به وزارة الثقافة في خدمة الحق الثقافي، والآن بصراحة ما بقاش عندنا من لا عند الجهات الوصية ولا عند الجهات الفنية والجميع المجتمع المدني بالمدينة وبالجهة باش أنه يتخاذل أو يتكاسل في الإنتاج الفني.